رحمته إلهي وواسع نحريست إلهي ويبلعرنته إلهي توضى لو كفرحيا إلهي حارضة كسوغنتها حارضك ولا يسبب كوجو بدليا إلهي مالك كوجو بركينيا إلهي فخره كاجا ساريا ولا ليا الاستغفار شيء عظيم أو عظيم أدويني بدوي لا سيما حارضة أن كشرنا ودن كان سيدا وعكرية هاي سياسة حمادة تاجن وحويا دلك دع هيا فخرجا يقاتشدا سوق حمادة دتكو أي كعب هذا يان غلاجة هي سعر بركة دعي أبارها ملك استوح ويا بيدامس كالوجشرو كل مركا في رصد وحوبا هنتاي اللجوهر تيجي كرا ما هنا أويرنا وحويان هي آدي جمعيات ينا ولا واقنا ما هنا قلبي جينا مركيبة وإن كسر دعاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن عقوبة أن قلنا أيتهاي دم بأنجيسنا أيتهاي إلهنا أن قلنا سبحانه وتعالى هدان إلهي الله بننا إلهي أنك قاضي سبحانه وتعالى وإن مركب قفك استغفارته يتوضع وكدد على وأدعي ذلك مسلمين عموما ذلك نسيقوني وإن لو أدعي إلهي سبحانه وتعالى أمن استقرار برواقع إلهي إنه نسيه واجب ديني ونساروي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها الإخوة مركز توحى هبون اللجوع العلي التوبة والرجوع إلى الله قف كونوا إلهي النغضة وإلهي التوبة كيما ما دام أوياه يقف قف هيا ليلا والنهار هبين يمالن با أوياه يقف قف هيا مرول بينو حسوسنا ذا مهمة إله ذا هي استغفارته هي توبته هذا النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم إلهي يدي سيق عنتي صوفي ديا قفك الدنبابي هبينك سيو مالك وطوبت كانوا كان مالك الدنبابي سيو هبينك وطوبت كانوا وإلهي سبحانه وتعالى كوسو دوينا هي الطوبت داس بل نبي قلت المامة صلى الله عليه وآله وسلم إلهي إنو كغفرح بدن يهي نقشدا ادون كو نوقنا هي او توبد كان هي قف هشيسي اي كلونتي عندينا او سارنيد ميل به غوياه عدلا جوغا نولل كا قوستاي جيد هوسيس تگاي اسغو غيري اسكو دياريي مادام هشيسي عندو او سارنيد اي كلونتي او وايي ميل او معينسدان ان لا ارق دول به غويانا او جوغو قفكا سداس اه ee nolosha ka qoostay farxadda uu farxahayo haduu arko hashiyo dul taagan cunadeena ay u saaran tahay sidoo u farxahayo ilaahay uu gaaray inuu yiraahdo allahumma anta abdi wa ana rabbuk oo nabigu yiri akhta'a min shiddati alfarh wuxuu la gafay qofkaasi farxi ba ka batay meeshii la rabay inuu yiraahdo allahumma anta rabbi وأنا عبدك أيو إسلافيو يري اللهم أنت عبدي وأنا ربك فرحد هير كأجارتي وحكج فرح بضن أي النبي يقول له صلى الله عليه وسلم أضون كمرك إلهي أن قنيو وأتوب كيني أي سداس كوين إلهي أكو فرحيا سبحانه وتعالى عمري جوا جابن يهي معلمهنا وضوميان وصعدان geeriduna waa soo dhowdahay mana ogid waqtiga ay kugu dhacayso gantaalka geeridu markuu kugu dhacayo ma ogid saacadda kugu dhici doono iyo meesha uu kugu dili doono midna ma ogid waa inaad marka noloshaada qayb ka mid ah joogtaa ay noqotaa at-tawbatu war-ruju'u ila Allah ilahi wa unnadiyay jami'al khalqi ayu ilahi unnadiyay adoomadii soo dhan ina ilahi u laabtaan وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحال وحر الفلاح يالليبان اللي جهلا هيو هذه التوبات كام وحال جل الليبان أو الجهلا هذه استغفار تقفك أو بديه يتوبات كام كام وحال جهلا عافمات وحال لو جبحة أبارها أيا لو جبحة إلهي واقع أرنا هي نبي الله نوح مركي وقوم كيسكويري
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حدا استغفار لتمادان استغفارتا إلهي النقضة سمدي بروبك كه ليسان أولادي بإلهي دين بركين يا دين بدنا هيا باره يا أنهارتي يا جنات كي واد هليسان إلهي نوح كحر استغفار يا توبتك وحال هل جهلا قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم أود بإلهي كوسينا هي استغفارته هي وحويان طوبت كنكا مسلمين تو كحو غيستان عز يا شرف بين كحلا محايا عقوبة كستو كل عيسى وحي أوغا إيمان عيسى معاصي يا دمبي أي جالين مركاسي كد اللوبيان استغفارته مركي لي مادان وحي نقونا هيان dad ka soo dhaxbaxay meel dhiiq ah oo ay mari waayeen oo banaanka u soo baxay oo meel nadiif ah yimid bay noqonayaan ilaahayna subhana wa taala rahmadiisa iyo nimcadiisa ayuu ku dooday ku daboolay waxa laga yaabaa qofku in badan inuu isweydiyo dhibaatooyinka soo jireenka ah iyo dilka iyo dhaca iyo dawlad xumida iyo burburka dalkaani uu la baabacsan yahay 30 sano wax gaarahaya oo intaas oo ummadii u qaxeen waxa weeyaan Yurub iyo Mareykan oo inta badaha ay ku daateen oo intaas waxa weeyaan Afrika ay aadeen maalin walba rajaxumada si muuqata hadii laga cararo dambiye la galay oo Ilaahaygii subhana wa taala laga galay aan loo cararin ee loo cararo bani aadam kale in la si magan galo cuquubadaasi meel kasta ay kaaga daba tageysa oo ay kaaga daba imaaneysa kuwi afrika uu qaxay waxa la leeyahay intaas waa la dilay intaas waa la dhacay dukaamoodi baa la dhacay kuwi halkaasii badaha aada badihii ba qaar ku daateen tahriib baa loo haystaa magafa haysta kuwi yurub iyo mareeka tagay dhibaato ka weyn bay la kulmeen ilmahoodi baan gacan iyo farac aan ku jirin kuwi dalka jooga sidii oo kale ay u dhiban yihiin hadii aan loo qararin oo loo toobad keenin dambiga ilaahi laga galay subhana wa taala alihi laga galay oo aan loo laaban laga bixin mahayo masaaibta iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka laga bixmay laakiin hadii la toobad keeno Ilaahay subhana wa ta'ala ballan buu qaaday inuu noloshaan nolol ka feecan inuu ugu bedelahay Ilaahay subhana wa ta'ala wuxuu u naadiyay dadka mu'miniinta ya ayyuha alladheena aamanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha tawbatan nasuha hina waxa weeyaan qofku inuu dambiga ka baxo oo banaanka ka istaago inuu ka qoomameeyo oo ka shalaayo inuu go'aansado inuu san ku laabanin توبه النصوحه شروطه اي كمته نبي صلى الله عليه واله وسلم هل مجلس او كليا او فديو ايو وخه اورنهي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ايو بقول جير كعلنهي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم بل دعوينك وها اوغو وين سيد الاستغفار وها اه دعادي ديريد اي اللهم انت ربي كبلابنيسي استغفارت سيد كيدي بأهيد النبي يري صلى الله عليه وسلم قفك الصبح دي أخرية مالين كيد لنتاح وأهل الشن قفك قلبت أخرية هبين كاس لنتانا وأهل الشن وحيك الدعاء داسي وين كأي لاذا هاي نبي يقول حكومة قعابة سيد الاستغفار استغفارت سيد كيدي أيكم قعاب محال الربا مركا قفك إنو نفتيسا وسنبينكو قنعين isku sheego runta dhabta ah dambiga uu ku jiro iyo macaasida uu ku jiro inuu ka dhaxbaxo ee ma soconaysa asaga oo ku sugan ribo inuu qaadanayo ku macaamilayo inuu laaluush iyo qish ka shaqeynayo istighfaartiina uu ku dhaxwado inuu zinada iyo xumaanta ku jiro ku shaqeysanayo inuu wax dhacay bulshadii la wadaagayo oo u keenayo ku khiyaanayo istighfaartiina uu ku dhaxwado ma aha waa inuu qofku wax weeyaan macaasida iyo dambiga oo ka dhaxbaxa oo banaanka uu ka istaaga toobada ahad kasta ilaahay waa ugu yeeray ilaahay wuxuu ugu yeeray toobada kuwii la soo istaagay oo yiri ilaahay waa masiix nabi ciise wuxuu kuwii sidaas yiri ilaahay toobada ugu yeeray bal limankii yahuuda ahaa oo yiri ilaahay subhana wa taala yadullahi maghlula gacanta ilaahay waa xiran tahay oo wax ma bixiso kuwii yiri ilaahay toobada waa ugu yeeray إلهي توبض وحو أغير سبحانه وتعالى كوير إن الله ثالث ثلاثة فكاس إلهي دمان تدوح كل يهي فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم إلهي أغير فرعون
oo rabbinimo sheegtay oo la soo istaagay maa calimtu lakum min ilaahin gayri, ilaah aniga aan ahayn koonkan kuma ogi, waxayga aniga aan ahayn, ana rabbukum alaclaa, ninkii yidhi oo la soo istaagay rabbigiina sarreeya waa aniga. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diray nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun. markaasaa nabiyu ilaahay wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakkaru aw yakhsha. ku taga qowl wanaagsan ku idhaahda oo jilicsan oo dabacsan, lacallahu yatadakkaru aw yakhsha. toobaddii baa loo bandhigay, waa loo tegey, waana diiday. ilaahay wuxuu ugu yeeray toobadda kuwii mushrikiinta ahaa ee ilaahay uu amray in la laayo meel kasta oo laga helo in lagu dilo, ayaa ilaahay wuxuu yidhi fain taabuu wa aqaamu salaata wa aatau zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin. hadday laabtaan oo ilaahay u toobad keenaan oo salaadda oogaan oo zakada dhiibaan, waa walaalihiin baa lii. waxaa ilaahay ugu yeeray toobadda oo ilaahay uu ka aqbalayaa kuwii ilaahay munaafiqiinta ahaa oo ilaahay uu yidhi ina almunaafiqiina fi ddarki alasfali min annaar, naarta meesha ugu hoosaysa kuwii ku jiray ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wactasamuu billaah wa akhlasuu diinahum lilah fa ulaa'ika maca almu'miniin wa sawfa yu'ti illaahu almu'miniina ajran cadiima. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay hadday ka toobad keenaan oo ay ka laabtaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka badbaadinaya oo xarigga ilaahayna ay qabsadaan. waxaa ilaahay toobadda ugu yeeray dadkii sameeyey kabaa'irta kuwooda ugu waaweyn oo ay ugu horeysa ashirku billaah ku xigta waxa weeye qatlu nafsi bigayri xaq, naftii oo la dilo xaqdarro lagu dilo, ka mid tahay zinadii. intaba ilaahay toobad buu ugu yeeray waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yazinuun waman yafcal dalika yalqa athaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhlud fiihi muhaana ila man taaba wa aamana wacamila camalan saalixa faulaa'ika yubadilu allaahu sayi'aatihim xasanaat. shirkigii iyo waxa weeyaan dilkii iyo zinadii kuwii ka soo laabtay oo ka toobad keenay, ilaahay xumaantii ay sameeyeen xasanaad baa ilaahay ugu bedelayaa, ilaahayna waa u dhaafahayaa. raxmadda ilaahay waa waasic, naxariista ilaahay way ballaaran tahay. ilaahay toobaddaada waa ku farxayaa, ilaahay xaaladdaa ku sugan tahay xaalad ka wanaagsan buu kuugu bedelayaa, ilaahay maalkaagu kuugu barakaynayaa, ilaahay fakhrigu kaaga saarayaa. walaalayaal, istikfaartu shay cadiima oo cadiima oo aad u weyni badan weeye, laasiyama xaaladda aan ku jirno oo waddankeennii sidaa u cakiran yahay, siyaasad xumada taagan, waxa weeyaan dilka dhacahaya, fakhriga iyo gaajada, suuq xumada dadku ay ka cabaadayaan, khalaaga iyo sicir bararka dhacay, abaaraha meel kasta, waxa weeyaan biyadhaamiska lagu jiro kulli. markaa fiirisid waxay u baahan tahay oo looga hortegi karaa maaha inaan u yeerano waxa weeyaan hay-aad iyo jamciyaad iyo inaan u dhawaaqno maahane, qalbigeenna markiiba waa inay ku soo dhacdaa. wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir. inaa cuquubo annagu aan galno ay tahay, dembi aan geysanno ay tahay, ilaahayna aan ka galnay subxaana wa tacaala, haddaan ilaahay u laabannana ilaahay uu naga qaadaya subxaana wa tacaala. waa in marka qof kasta istikfaarta iyo toobadda uu ku dadaalaa oo u duceeyaa dalka iyo muslimiinta cumuuman, dalkaana si gooniya waa in loogu duceeyaa ilaahay subxaana wa tacaala amni iyo istiqraar iyo barwaaqo ilaahay inuu na siiyo, waajib diiniya oo nasaaran weeye. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana fi lakhirati xasana qina cadaab annaar. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.